أهلا وسهلا بكم، عسلامة. مع الأسف يعني حبينا نعمله مباشر أنا وطارق الشيباني، لكن ما استطعناش على خاطر فما ساتوراسيون. نتمنى نعمله في وقت آخر، غير حبينا نعمله هذه الفيديو المسجل باش نتكلموا على بعض الحاجات اللي موجودة الآن حول ما يسمى مرض كورونا. حبيت نسأل طارق، كيف الساعة أول شيء تعيشوا أنتم كورونا في ألمانيا؟ ألمانيا معناتها تعتبر من الدول اللي معناتها حتى التوا ما فرضتش حظر التجول، والحجر الصحي مازال مش موجود. حبيت نعرف معناتها ناخذ فكرة كيفاش تعيشوا فيه معناتها الوضع، رغم أنه آخر مرة نظن تصريح سمعت من عرش، تأكد لي أنت أو لا، أنه الوزير بتاع الصحة أحد الوزراء الألمان قال إنه نستناو أيامات صعيبة في ألمانيا. عسلامة كريم العبيدي، كريم العبيدي كان عارفوا بيه كاتب رحلة وطن مع الإسلام السياسي، وأنت وترجمته له المترجم. رغم وهي وترجمته له رغم عنه كما حبيت. أنا عملت فيها شطح بطح، هذه مهمة خاطر زاد عندنا كورونا أخرى لازم ما ننساوهاش، هي الكورونا الثقافية. باش نبداو في الكورونا البيولوجية، وباش ما ننساش التقاليد نتاعي عسلامة ونستو تو ما عادش فيها النستو وكان مبعثكم في الدار إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. إيش حبيت نقول؟ بالنسبة لسؤال الكريم، كيفاش نعيش ونحن الحظر لهنا الصحي، معناها الحجر الصحي في ألمانيا؟ شيء دوخ معناها أول عباد تسيركيلي نورمال، أما شنية فما مستوى متاع وعي متاع شعب، فهمت كيفاش؟ ما تلقاش أكثر من اثنين يمشيوا مع بعضهم، ولا إن فامي مرأة وراجلها وعندهم وليد صغير يمشي معاهم، وديما حتى في الشارع الناس كي تمشي عاملك المسافة متاع الأمان، ولا حتى كي تمشي تقضي في سوبر مارشي ولا حاجة معاملين بسكوتش في القاعة، والطفلك الكاسية ذيك ملفوفة ملفوفة بباش هكايا ترونسبارون، معناها ماخذين الاحتياطات اللي لازم واحد ياخذها. شنية خاطر في ألمانيا توا مش ما فماش الكونسنتراسيون تاع سكان كبار في منطقة صغيرة، صحيح فما بلاصات وفما سامحوني وفما حكايات، فهمت كيفاش؟ مي الأغلب عندك ليسباس فين تتحرك، والمواطن واعي. عندنا ديكا كبار، معناها هي توا اللي ضربت الأولى الطليان حسب ما ريت أنا الإحصائيات، وضربت بعدها تجي في المرحلة الثانية إسبانيا ظهر لي، وبعد فرنسا، وبعد نجي ونحن معناها في التو متاع العدوى والتو متاع الناس المرضى. شنية هاكا كي تهبط انت لسونتر فيل تلقى كرهبة البوليسية بالابواق، عرفتك الابواق بتاع اللي يخوفوا كيما بتاع هتلر كريم، يبدا يصيح شد دارك وما تخرج، ابواق وبك اللغة الالمانية تحس جوبلز يتكلم تتفجع تروح. اما التونسي مازال يبيع في المرقاز راهو هذيك في الهريسه حال حانوت عادي على الاخر، لابس ماسكا وعنده قواعد واحد كل شيء، اما حال الحوينته يخدم على روحه. دونك هما سكروا هما الحوينت الصغار، خلاو كان لي جرون سرفاسك اللي بيش تشري وفما بلاصه باش تبعد على غيرك. وتوانسه يخافوا بصراحه ماخذين احتياطاتهم، اخي التونسي مسكين ينشف الذبان ويستنى في كندي باش تشري حكه هريسه. هي ضربت الاقتصاد العالمي وضربتك الرولاسيون انتيم بين العباد، فهمت كيفاش؟ هو كان الفيروس هذايا ويحب زاد يعيش كيفك وموجود قبلك على الارض، فهمتني كيفاش؟ وصراعنا معاه هو صراع بقاء. الحاجه الوحيده اللي نحب نوصلوها كون الانسان يكون واعي شويه وياخذ احتياطه. يا خويا سبور، ونظف روحك ونظف البلاصه اللي انت عايش فيها، وبور لو مومون كحالة استثنائية تنقص من الكونتاكت مع العباد، وباش يلقاو له دواء تو ولا تارة. هذه معناها حرب من الحروب اللي خاضتها الإنسانية، وفيها شوية انتقام من الطبيعة. أنا هكا نشوف الأمور، ما ندخلوش في البانيك، أهم حاجة ونركزوا على ما ندخلوش في البانيك. معلش أنا كريم، أنا قبيلة حبيت نعمل لايف، عملت شوية لايف وكان فما بارازيت والعباد ما سمعونيش، فما المعلومات اللي أعطيتهم لي أنت أنا ووصلتهم معناها وما وصلوش كوم الفو ظهر لي. حاول انت
بسط لهم بطريقة حتى على الاستوريك متاع الفيروس هذا وشنية حكايته. ماذا بيا معناتها مسألة الهيستوريك نتاع الفيروس، معناتها نظن أنت فهمتني وقت أنا عاودت لك المسألة كيفاش. فما مشكلة كبيرة طارق، هي مشكلة فكرة المؤامرة اللي موجودة في تونس، هذه نقطة مهمة. والنقطة الثانية هي مسألة تصديق الخرافات، وخاصة عندما تكون صادرة على ما يسمى وسائل الإعلام يعني الرسمية. أنت ما نعرفش كان تبعت الأوضاع معناتها أخيرا في تونس، أنه يوصل وزير الصناعة يكذب يعني على الشعب في تلفزة يعني رسمية الحوار، ويقول راهو عندنا معدات جايتنا من الصين، الكول معناتها نوع من الالكول اللي يصنعوا به معناتها التعقيم، وباتو جاينا من الصين. من بعد وتعاودوا سالوه نفس السؤال، فين هالباتو هذا؟ قال لهم ياخذ وقت كثير باش يجي، ومن بعد قال لهم راهو سرقته ايطاليا. يعني خرج تكذيب، فهمت؟ اوروبي وايطاليا كذبت، ورغم ذاك الوزير اللي معناتها كذب نحى الفيديو نتاعو وقال لا انا ما قلتش ايطاليا، انا قلت يعني نواحي ايطاليا تم سرقته، يعني سرق ما اتهمتش ايطاليا. ورغم هذاك ايطاليا اعطتها 50 مليون اورو باش تعاون تونس، وقالت معناتها رغم هذاك الشيء كل علاقتنا مع تونس جيده. كما ان الاتحاد الاوروبي البارح اعطى 250 مليون لتونس مساعده، ونجي نشوفوا الوزير الاول الفخفاخ يجي في البرلمان قدام الشعب قدام الناس قدام الوسائل الاعلام يقول راهو منظمه الصحه العالميه شكرت تونس وقالت لنا اللي احنا اكثر وحود مستعدين لمقاومه المرض. في الاخر وزاره معناتها منظمه الصحه العالميه كذبت الخبر، حتى في معناتها المقابله الصحفيه اللي قالها قال الممثل بتاع الصحه العالميه انه لا يجوز للدول ان تتكلم باسمنا. طبعا ما يمكن ما يقصدش الوزير بتاع تونس، اما كثير من الدول المتخلفه الوزراء بتاعها والرؤساء بتاعها تكلموا ب معناتها باسم منظمه الصحه وقالوا اكاذيب. اذا على مساله التاريخ نتاع المرض خلينا منه توا، على خاطر هو معناتها خلينا حبيت انا نستفيد منك انت باش ناخذ رايك في عده المسائل حول مساله الكذب. فهمت؟ عندنا فرصة أخرى تو نعملوا فيديو مباشر، خاطر توا تزربنا في بالي معناتها أنه الزوم يعمل مباشر، لكن وقت دخلت لقيت فما حاوة ديك الأوبسيون، ولأن فما ساتوراسيون في السيستيم تاع الإنترنت توا كما قلت أنا حتى على البروفيل بتاعي، راهو صحيح آلاف من الشركات تسكرت وملايين معناتها اليوم معناتها في فرنسا برك قال لك 220 ألف شركة هي توا في حالة توقف، واكثر من زوز ملايين جو كخوا و200 شخص في حاله بطاله تقنيه يعني موقته. لكن راهم يكذبوش عليكم ديما، ما تغزرش الحقيقه من جهه واحده، راهو فما شركات اخرى قاعده تربح في ارباح خياليه كيما الانترنت، ياسر شركات كبيره قاعده يعني العالم قاعد يتغير. فهمت؟ صحيح فما شركات ماتت، ولكن فما قاعد شركات تخدم كيما مثلا العمل عن بعد. نرجع لك سي طارق على مسألة الكذب هذا نتاع أشخاص يعني في الدولة وإعلام رسمي، شنو رأيك فيه؟ معناتها شنو معناتها يعني خيبوا رواحهم يعني شنو 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 الحكاية؟ أنا حسب رأيي الكريم، أول حاجة هو صافي مالو كور، معناها توا العالم يواجه في مسألة حياته وموت، وناس ما زالت واحلة في حسب ما نسمع في صبابتها. فهمتني؟ معناها توا انت جيل شعب مهدد بالموت وتبدا تكذب وتبدا تصيب في الشائعات، راك ايش قاعد تعمل هنا؟ قاعد تسرع في عمليه الموت هذيك وقاعد تزيد توسع فيها. هذه عقليه المؤامره اول حاجه، هذه لازمها تتنحى. راهو العالم الكل يواجه في نفس المصيبه، العالم الكل يواجه في نفس، ويوصل باش يطلع سياسي معناها الناس تسمع فيه وتشوفيه في التلفزة ولا حتى عضو في البرلمان ولا حتى وزير ولا اللي هو، ويعطي معلومات غالطة. لا يزي واحد يموت ويزيد يموت مفضوح يا رسول الله، ما تجيش الحكاية. فهمت؟ معناها ما تخرج معلومة كان ما تبدأ واثق منها، وماذا بيك المعلومة تخرجها براتيك حاجة باش تنفع الناس، مش هاو لقينا دواء
والاخر جاي بندر شنو زوز طبه ولا زوز يبيعوا في الدواء ولا شركه، وحكايه ماستا برشا. والناس توا بسيشيكمون العالم الكل متعلق بامل. انا توا قبيله قلت لهم في اللايف راهو الدويات اللي تصنع الاغلبيه تنجم تقتل بكتيري وتنجم تقتل ميكروب عاديه، اما الاغلبيه الفيروس، بالنسبه للفيروس المفهوم الكونسيبت بتاع الفيروس راهو اكثر حاجه تقاومه هو جهاز المناعه بتاع الانسان. بالفعل الدويات تعاون شويه تقوي لك جهاز المناعه باش انت تقتل وحدك وحدك الفيروس، خاطر الميكروب كي يدخل للبدن يبدا يعوم مع الخلايا، بالنسبه للفيروس راهو يستوطن في وسط الخليه ويعمل ميوتاسيون ويولي هو عنده نفس الكود نتاع الخليه كانه جاسوس عدو يلبس نفس اللبسه بتاع العسكري بتاع بلادك هذيك ويدخل الجزر ما تفيقش بيه. الحاجه الوحيده اللي كما قلنا تنجم تقاومه هو الجهاز المناعه بتاع الانسان في حد ذاته. هذه نحبه باش ما يهلكوناش السياسيين وباش ما يهلكوناش جماعه البروباغندا هذه، وباش فهمت كيفاش؟ نحن حاجتنا بك المواطن التونسي الزوالي باش يمنع في الحالات هذه، باش يمنع في اللحظه هذه. يعني فما فيديو ريتو يقسم بالله شيء يدوخ، المراه حست روحها سخونه شويه هزت زوز صغارها وحطتهم عند امها وقعدت وحدها في الشارع تبكي، والعباد تصور فيها بلاص وتطلب في امبولانس ما جاتهاش. دونك هي العمليه، انت مادام مرضت شد دارك، شد بيت في دارك، سكر على روحك باش ما تعديش اللي معاك في العائله غاديك. حاول تاكل اكل صحي، حاول الفيروس هذا ماهوش قاتل كيما الجريب النورمال. هذه هي الناس اللي لازم تفهمها، راهو الجريب النورمال يقتل اكثر منه، الخطوره نتاعو هي في سرعه العدوى نتاعو، يحرقك يضرب لك رواري، يركش في البلايص في المناطق البارده اللي في الخشم ومدرجتين باش يهبط الجهاز التنفسي. انت لهنا الخطوه الاولى هو كونك ما تتيحش في البانيك، ما تدخلش بعضك. راهو ما يقتل كان نسبه قليله، والاغلب النسبه هذه اللي يقتلها هو انسان مريض بالسكر ولا مريض بالقلب ولا جهاز المناعه نتاعو تاعب ولا كبير في العمر، اما الباقي ينجم يمنع منه. عيش صحي يا خويا، دوش، اغسل يديك، كل حاجات صحيه، حتى اللي معناها كيما نقولوا نحن يتكيف في البريود هذيك يقص شويه في صوره ما حس شويه وجيعه ولا حس شويه مشاكل، فهمت كيف؟ باش يعطي الفرصه لبدنه يقاوم. وما تسمعوش الكذبه نتاع هاو لقينا دواء، راهو الدواء كي تلقاه راهو يخرج اترافير منظمه الصحه العالميه، ولازم براءه اختراع ولازم حكايه وقربله، مش اي واحد يحك راسه ويقول لك راني لقيت دواء. ماذا بينا نحن دواء يطلع من تونس وشرف لينا، اما الكذب راهو كيزيد يهلكنا ويورطنا. هذا انا حسب رايي معناها. يعني الخل حتى معناتها لطفي المريحي قال انها مريض بالكورونا، هاي سمعت بيه زاد. و و و وش اسمها يعني اللي يعملوا ديفيستاج نتاع الكورونا قالوا ما عملناهش، ما عملنالهوش يعني ديفيستاج، ما عملولوش تيست، ما وطلع يكذب يعني. شو تصور معناتها هذا الامين العام لحزب الاتحاد الشعب يعني وزير يكذب وقدم روحه للرئاسه المصيبه هذه، وقدم روحه للرئاسه ويكذب، فهمت انت باهي صحيح. احنا خلينا من كذب السياسيين، والله معناتها توا الموضوع اللي طرحته انت حول مساله الحمايه، وياسر يقولوا لنا اعطيونا فكره على مساله الحمايه من هذا المرض، معناته في حاله اننا نمرضوا علاش تخوفوا فينا؟ مثلا بعضهم يقول لي علاش تخوف فينا؟ علاش تقول لنا في حاجات معناتها غالطه؟ واحنا نعرفوا ان هناك نوعين من المناعه، هناك المناعه البيولوجيه اللي هي تتمثل في الجسد الانساني، وهناك المناعه المعنويه، وانت ككاتب سي طارق يعني تعرف الجانب المعنوي وتاثيره على الانسان. الانسان ليس مجرد جسد، الإنسان يعني كائن أكثر من جسد، فهو عقل وإحساس ووعي وثقافة وفهم. جاتني الفكرة وقت أنت تحكي على مسألة كيفاش نقاوموا هذا المرض، وجاتني مجموعة من الأسئلة يمكن نستفيد منها من هذه الفيديو، خاطر مسألة تاريخ المرض وما هو المرض وهل هو مؤامرة ولا مش مؤامرة وكذب السياسيين وغيرها من هذه الأمور. تو نعملوا فيديو خاطر احنا تو قادمين، مازلنا ما وصلناش للمرحله
اللي باش تكون فيها الضرب الصحيح في تونس، خاطر توا حتى لتوا قاعدين عاملين فرانات، يعني يقول لك عملت 1200 تحليل ولقيت كان 400 حاله او 300 حاله، هذا شيء خطير بالنسبه للبورسنتاج، يعني النسبه المئويه. شوف مثلا المانيا تعمل 150 الف تحليل تطلع النسبه، يعني البورسنتاج 1-2% عندهم الكورونا، بينما احنا تطلع النسبه 20-30%. يعني تصور ما كان جات عندهم الامكانيات باش يعملوا ديبستاج للشعب كامل، شنو باش يطلع عنا؟ باه خلينا من هذا من كل نعملوا فيديو نحكيو على الامور هذيك، يعني يمكن غدوه ولا بعد غدوه، والايام مازالت قدامنا واحنا قاعدين في الدار معنا ما نعملوا. حول بعض المسائل اللي معناتها ما يسمى بالحمايه وتاثيرها. نسالك سؤال سي طارق، حول هل معناتها الانسان اما احسن يكون ما يعرفش ولا يكون يعرف؟ طبعا البعض يقول لك لا احنا ما نحبوش معناتها نضخموا الامور، ما نحبوش نقولوا الحقيقه باش نطمنوا الناس، خاطر الناس وانت تعرف الانسان اللي بساعات الجاهل ما يعرفش يتصرف، هذه مشكله كبيره. ساعات كده انت في سفينه وعندك خبر اللي السفينه باش تغرق، وتنجم تمنحها وتنجم تمنحهاش، ما تقولش للعباد اللي السفينه باش تغرق، على خاطر تكونش توقع بانيك جينيرال وتوقع فوضى جينيرال والدنيا معناتها تدخل بعضها. شنو رايك انت، هل المواطن التونسي يستحق للمعلومه ام لا يستحق، وهي في مجال ثقافي؟ يعني كريم راهو ما فيهاش نقاش الحكايه، المواطن التونسي لازم المعلومه ولازم. شنو اللي يقتل؟ كان تفرجت انت في فيلم لوسي اللي مثل فيه مورغان فريمان الاخراج نتاع المخرج الفرنساوي المجنون اللي عامل سان كيليمون، فما فازه وقت اللي هي وليت عندها المعرفة، هو يسأل فيها الممثل قالها راهو الإنسانية ماهيش مستعدة لنوعية المعارف هذه، المعرفة هذه خطيرة اللي عندي. قالت له ما فما خطير كان الجهل، اللي يقتل هو الجهل، هو عدم درايتك بالحكاية. هي المعلومة ولو كانت شوكونت ولو كانت تفجع، أما لازمك تعرفها. قبل حتى في حرب الجيوش، في حرب الجيوش القديمة، فما جيوش صغيرة انتصرت على جيوش كبيرة انطلاقا من فوزها بالمعلومة. فين جيش هذاك باش يقعد وقداش عنده من جندي وكيفاش بلاصة نجمو نضربوه، فهمتني كيفاش؟ المعلومة الصحيحة هي السبيل الوحيد لإنقاذ التوانسة من المرض هذا ومن الفيروس هذايا. لازم يفهم ولازم يعرفها الحكاية، لأنك أنت سياسي ولا كوجه إعلامي تطلع وتغلط الناس وتعطي حاجة غلط حتى ولو كانت نيتك طيبة، راك باش تضرهم أكثر من اللي باش تنفعهم. كل ما يوصلوا العلماء والخبراء اللي موجودين تو يخدموا المعلومة جديدة أصح من المعلومة اللي فاتت، لازمنا نوعاو به باش نجموا نقاوموه. اخي انت ما تعرفش عدوك، راك باش تخسر معاه حتى ولو يكون اضعف منك. المعلومه راهي مصدر قوه، مصدر قوه ومصدر توا ولات مصدر بقاء، باش تبقى على وجه الارض وتعمل السيرفايفر نتاعك لازمك عندك المعلومه. يا ولدي ما عادش تغلطوا الناس وما عادش تدخلوهم بعضهم، ماناش ناقصين هم نحنا، باش تكمل انت تسيب معلومات غالطه والناس توا متعلقه بقشه نتاع امل وتلعب لهم بعواطفهم وتعمل مشكله كبيره. حتى في نوعيه اقتراحك اللي فما ادويه ولا فما شكون عمل الدواء، راهو ما يجيش. انا كتبت لهم قلت لهم قداش من مره، راهو ما ينجمش واحد وحده مبانك في داره ولا حتى في لابوراتوار نتاعو يهز شلقاته وملقاته ويجي يقول لك راني اكتشفت الدواء. الدواء راهو هذايا، راهو هذا وباء عالمي، وباء كوني ضرب الناس كل. المعلومة الصحيحة اللي بيجي راهي بيجي من منظمة الصحة العالمية وراهي فيها بروسيدور، وراهو راهي مش حكاية بتاع حتى كيما اكتشفوا الدواء ما نعرفش ني انا، ماهوش بوزقار هذا وماهوش بوزبيح يا ودي، هذا المرض يقطع، لازمك ترد بالك منه، لازمك تاخذ احتياطاتك ولازمك توعى بيه. معناها بالنسبة لسؤالك، المعلومة من حق المواطن التونسي ومن حقه باش تكون صحيحة،
والإنسان اللي سرب معلومات غالطة لازم يتعاقب لأنه ساهم في قتل التونسيين بطريقة أو بأخرى، حتى بطريقة غير مباشرة ساهم في نشر الجهل، وبالتالي تولي مشكلة. أنا هذا هو معناها رأيي. بالفعل توا نشوفوا احنا في اوروبا، يعني في وسائل الاعلام وفي في كل بلاصه، يعني كيفاش معناتها يوعيوا في الناس نتاعهم بالمعلومات الصحيحه، فهمت؟ بيان سور يعني ما يجيوش يقولوا لهم مثلا حاجات معناتها ما بيقولوا لهمش حاجات فارغه يعني ما عندها حتى قيمه، فهمت؟ حتى بانال لاحظنا لاحظنا احنا، سامحني يا طارق، ان حتى ما يسمى المختصين او بعض الاطباء، انا لا اتهم الاطباء، اما بعض الاشخاص يحاولوا باش يعطيوا معلومات يعني ما نقولش غلطه وانما ناقصه. نضرب لك مثال، مثلا مساله نوع الدم، معناتها فما واحده ولا شكون معناتها في الانترنت يعني يقول لك اللي نوع الدم، وهي دراسه موجوده اللي معناتها اذا عنده دم او ما يتعرضش للكورونا، فهمت؟ اقل عرضه للكورونا من اللي عنده دم ا ولا ابي. طبعا المنظمه العالميه والباحثين والمختصين والاكاديميين خرجوا مع اخبار قالوا مش صحيح يعني فيما يخص الكورونا، وانما بصفه عامه اي الانسان عنده دم او هو عنده اكثر مقاومات المناعه، هذه معناتها طبيعيا. ولكن شنو هي الفرق ما بيناتهم؟ فرق ما بيناتهم 1.9%. يعني هنا حبيت نوريك كيفاش من معلومه صحيحه ان دم او عنده أكثر مناعة مش في الكورونا برك ولكن في جميع الأمراض بنسبة 1.9%. تخلي الشخص مثلا في تونس العادي يسمع الكلام هذاك يقول لك أنا عندي أو يعني ما نتعداش، ويعرض روحه للخطر. هذيك فهمت المشكلة بتاع الخطر هي ما يخطر، هي الغلطة نصف المعلومة بيدو قاتل، جستم نصف المعلومة غلط. ينجم عندك دم او ما يعنيش هذا كونك محمي من كورونا يا عم، ممكن انت تمنع واللي عنده دم او اخر كيف كنتي ما يمنعش، ينجم يولي يعدي غيره، فهمت؟ لانه كما قلت لك نصف المعلومه زاده راهي مخطر. يا تعطي معلومه صحيحه وتواجه مهما كانت شراسه المعلومه هذيك، ومهما كانت المعلومه هذيك توجع، اما اخويا نعرفها خير من ما فيش، خاطر لهنا المرض رانا نعيشه في كورونا، في فيروس قوته ماهوش في حد ذاته، قوته في طريقة العدوى نتاعو، في السرعة نتاع الانتشار نتاع العدوى، فهمتني؟ معناه يتقاوم كون نكسروا السلسلة هذيك، الشان هذيك نتاع العدوى، في بلاست باش يمرضوا 20 واحد يمرض واحد برك، ونجموا ونلقاو له حل، فهمت كيفاش؟ وديما تقعد كيما قلت انت، المعلومه راهي حاجه مهمه، وراهي هي توا معناها الكفيله الوحيده باش كون نبقاو على سطح الكوكب هذا، ما كانش عندنا باش نقارن. مش نحمي انفسنا على كل حال، معناتها كي انا تكون معلومه كما يقولوا هما مبالغ فيها او مثلا خطيره، افضل من معلومه مش خطيره، خاطر باش ناخذ احتياطات اكثر. فهمت؟ باش ناخذ احتياطات اكثر وباش نحمي روحي اكثر. هنا حبيت معناتها احنا عندنا هوني في هولندا، يعني رغم اللي ما فماش حجر عام وانما حجر كيما في المانيا، هما بطبيعتهم العباد هوني في هولندا حتى حد ما يقرب الحد، فهمت؟ يعني كل واحد يعني المسافه الطبيعيه هذيك موجوده في الاخلاق الثقافه نتاعهم، الثقافه ولا نتاعهم، فهمت؟ ما يسلموش باليد مثلا هوني بطبيعتهم، ما يسلموش باليد، معناتها ما عندهمش كل مسان وكل بوسان وكل تعنيق وكل تكعبير، وفهمت؟ لا لا هذاك جان كعبرك جان كعبرك يا ولدي، تراه مره تقول له على السلامه، تعرض مره جاي في القهوه بالبوس والتعنيق قول خالك، والله يا شيخ اقسم بالله قول ولد اختك يبدا يعنق فيك ويبوس، وانت قابلته مره واحده في حياتك، مسألة ثقافة، وهذا الفيروس معمر على الثقافة الشرقية يحب يقضي علينا، عنده مشكلة معه. عاد قلت لك هوني في هولندا رغم كل شيء شنو عملوا؟ عملوا كيما مانيوال بتاع المراحل معناتها اللي يجب اتخاذها الأولية. المرحلة الأولى اللي ونظن حتى في ألمانيا، اقعد في دارك أول حاجة. فوالا بالضبط.
هذه لا نقاش فيها. تو واحد يقول لي شنو نعمل في المرض هذا، اول حاجه تقعد في دارك، فهمت؟ معناتها هذه اول حاجه تعملها، كي تقعد في دارك وما تخرجش مده 14 يوم وما مرضتش بالمرض، يعني انت سليم. سليم اذا اقعد في دارك ولا باش تكسر الشان نتاع العدوى ولا يا ولدي شد. انا عجبتني فازة في عز فيديو ريتو من بدا وقت الكورونا في توزر مراه صار ما بنها انا ضحكتني قالتهم بعد جيب الزيتون البلدي ودي قلت لهم عنده بلاش مزيانه، قلت لهم مش عن اتخذوا زي العامة متاع المستقبل، مش عن اتخذوا، ورانا اتخذنا، ورانا اتخذنا، شدوا دياركم. في الباكستان، باكستان هم بتبيعتهم يضربوك، سواء تصلي سواء تصوم سواء تعبت في حجر بتعدي رام شدوا يفلقوك، طيحوهم المرة الأخرى عاملين صلاة جمعة. حسينوا باكستان اللي هي الدولة استقلت من كفار قريش، هذا كفار قريش ما عملوهاش، شدوهم في الباب نتاع الجامعة اللي مصلين فيه هذاك الجمعة السرية، وعنده عصا طويلة، ما عندهم شكل متراك اللي عم تفني عصا طويلة خاي زورانا لا توجع هذيك راهي تشوي دين وجهك راهو اللي يأكل منها ضربة يتنتر كيف الروج الدجاج، راهو يتنتر فرطتير بالضرب. فما حاجات لازمها تصير كيكة، وليت الحكاية الناس خايفة لا تتكسرك الثقافة متاع حقوق الإنسان. هذه يا ودي ما فيهاش، هذه راهي مسألة حياة وبقاء وندرشنية، فهمني كيفاش؟ لازمك تحمي بطريقة أو بأخرى، توعي تتفهم، فهمت كيفاش؟ ما كانش يا أخويا يا معلم باش يفضها معناها. والحاجة بربي كريم اللي هي مهمة برشا اللي جبت عليها أنا قبيلة، فكون واحد في صورة ما حس اللي عنده سخانة وحس عنده مرض ومدرشنية، شنية نصايحك انت كيفاش في تصرف الشخص هذا؟ نحكيه على شخص عادي مثلا في الاربعين ثلاثين سنة، ليه هو ما نحكوش على شخص مثلا راجل كبير هذاك لازم بطريقة بأخرى توصله الرانيماسيون، نحكيه على شخص عادي معناه المناعة بتاعه عادية، كيفاش النجم يتصرف في الحالة في صورة ما حس عنده شوية سخانة وحس كحة شيحة وحس الأعراض المعروفة من الدولة، كيفاش نجم يتصرف نفسيا وعمليا حسب رأيك انت؟ هذا السؤال الثاني هو انك وقت تقعد في دارك 14 يوم وقالك حتى شيء، عارف روحك ماكش مريض، اذا حافظ على النعمة اللي انت فيها هدية وقعد في دارك باش ما تتعداش. ولكن في حالة انك حسيت بعض العوارض، له احنا نعرف ان المرض الان عمل نوع من الميوتاسيون معناتها في اوروبا، لان احنا المرض اللي جانا لشمال افريقيا نتكلم على التوانسه والجزائريه والمغاربه لم ياتينا من الصين بل اتانا من اوروبا، هذا لازم نعرفه. والمرض يعني تعدى من الصين الى اوروبا ومن اوروبا تخلنا بينا احنا. هنا حاجه مهمه جدا، عندما تفطن اللي عندك بعض العوارض، فما اثنين انواع من العوارض مختلفه، ولازمنا نعرفوا ان المرض هذا فهمت لا يدخل للجسم الانسان بنفس الطريقه، يعني فما شخص يدخل له غير باش يكون ناقل له، يعني يستعمله كيف الكهرباء كيف السياره، وفما شخص يدخل له باش يضرب، فهمت؟ يعني هو يتاقلم كما يتاقلم على حسب الثقافات، يتاقلم على حسب جسم اي انسان. مثلا كان يشوف روحه مثلا دخل في جسم فيه مناعه قويه باش يسكر فمه ويقعد يركش والدخرام يخمم يعرف البارتي قوية حومة مش حومة ويركش يا يقول لك نمشي نتنقل بلاس أخرى خير هاي خاطر كان يشدو زلاس يفشخوه يولي يركش حتى يمشي لجماعة المنزل هذا هو. إذن ساعة قبل ما نتكلموا على جبال المرض خلينا نتكلموا على بعض الحالات متاع طريقة انتقال العدوى، فهمت؟ انتقال عدوى هذا المرض. هذه الجرثومة أول شيء هي جرثومة ثقيلة، ليس جرثومة خفيفة، يعني لا تنتقل بالهواء، يعني كان أنا يبدأ فيها المرض نحكي قدامك هي ما تنجمش تتزاوج أكثر من متر وتطيح في القاعة، ما تنجمش، فهمت؟ هذه النقطة الأولى، أن هذا المرض لا ينتقل بالهواء، وهذه حاجة باهية. لو كان ينتقل بالهواء والباتو اللي تم توقيفه واللي كانت فيه حالة من الحالات
وقالوا انه معناتها ياسر حالات مرضت فيه لم تكن عن طريق، هما وقتها خرجوا الاخبار وقالوا يمكن عن خطر عن طريق التكفئه معناتها التهويه نتاع الباتو، ولكن طلعت الحكايه مش صحيحه. التهويه نتاع الباتو يعني تو انا نسكن في عماره وانت تعرف حتى انت في العماره نتاعك ان السيستم نتاع التهويه نفسه، فهمت؟ لو يعني لو واحد يمرض في العماره يعني العماره كامله تمرض، فهمت؟ اي تولي وقتك كاتاستروف برسمي ولا انت ولا انت في الوتيل نتاعك عندكم سيستم واحد، فهمت؟ دايغاسيون، فهمت؟ اذا وقعت غلطه. والحاجه الباهيه في الغربيين عندما يعملوا غلطه يعترفوا بها. احنا لا، مثلا هذا يا لطفي المريحي كذب، معناتها قال اللي عنده الكورونا وطلع يكذب، وفي الاخر خرج ومنظمه ما يسمى نتاع اللي تعمل التيست قالت راني ما عملتلوش التيست، فهمت؟ خرج كذبها وباقيتها قال لي عندي كورونا واشفاني الله، فهمت؟ يعني معناتها هذه المساله هذوما نقول فيهم كاسيسم المقافه جمع مع الجهل قله الحياء. بالحق قليل الحياء وجهل وما يجيش هكاك، ما يجيش قدم روحه للرئاسه راهو السيد هذا. المشكله مش في هو يا طارق، المشكله في من انتخبه، والمشكله في شكون اللي معاه. في هذا حتى مرته طلقوا، اي نورمالمون هذا يهدد البقاء نتاع المجتمع التونسي بالفاصون هذيا. ولا ما عادش تعرف بيه ولاده، ما عادش تعرفوا بيه. شنو هذه شخصيه عامه هكاك هي. عاد قلت لك طريقه العدوى. انا هنا حبيت قبل ما نحكيو على المرض ساعه، يعني طريقه العدوى، يعني الفكره نتاع انه يعدي بالهواء كما بعضهم خرجوا اللي هو غاز من غازات السارس وبشي تهي يوم 15 ابريل ولا نهار 4 ابريل. يا حمير يا حيوانات، لو كان هو غاز ما يقولوا لكمش اقعدوا في دياركم، يحطوكم في لازم يقول لك اقعد في دارك وسكر كل ما هو هواء، ولا يحطك في بنكر تحت القاع، ولا بنكر تحت القاع، ما يقولكش اقعد في دارك. يعني حكايه فارغه نتاع الغاز هذه بالحكايات التافهه اللي طلعت زاد. لا المشكل يصدقوهم، هذيك هي الخرافات. مساله انه ينتقل بالهواء نحيها من بالك، ما ينتقلش بالهواء. هذه مساله حاجه اخرى. حاجه نقطه ثانيه مهمه، انه يقول لك مثلا وخرج زاد المعلومه بعد صحوها انك يدمس حاجه اللي هو يعيش فوق ما يسمى الادوات. اي والاسطح البارده والفاضيه. الاسطح البارده وكل شيء. المعلومه صحيحه انه مثلا وعنده طريقه مثلا حياه على البلاستيك اكثر من اللي على 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 الحديد، وعلى الحديد يعيش اكثر من على البلاستيك مثلا، ولا على اللوح يعيش اكثر. المهم معدل العيشه بتاعه من بين 6 ساعات نهارين 3 ايام، فهمت؟ يعني هذه مساله صحيحه. ولكن الدراسه الاخيره العلميه وهذا وقعت في المخبر، ان لو هو موجود على هذه البريكيه والمريقيه ما فيهاش رطوبه لا ينتقل المرض. تري بيان. يعني جاني خنقص سمح. اذا ما يسمى الشياح، فهمت؟ الشياح خاطر هو ينتقل عن طريق الرطوبه او عن طريق البزاق، فهمت؟ اي يحب حاجه يميد يركش فيها هو. يعني هي. انا فوالا، يعني انا كي نجي نحكي معاك حتى قريب ليك نص متر ونحكي معاك ما يتنقليش، اما كي بزاق يخرج من فمي ويجي على خشمك ولا على فمك ولا على وقت العداء، هنا نقطة مهمة. يعني هو صحيح يعيش فوق الأسطح، ولكن الرطوبة هي الطريقة الأمثل للعدوى. الكليما فافورابل نتاعو في مشي ينجم يعاشش، يعني واحد زف ولا واحد، فهمت؟ كيما البارح واحد عالم دين تونسي يعمل لهم معناتها عامل لهم خطبة هبطها على الواحد نتاعي، ومن بعد قال لهم اقراوا الموعظتين وامسح بها بطنك كامل، فهمت؟ وربي يشفيك. يا حليلي. رسمي، هذا رسمي في التلفزه. ما يجيش عيب هكا، اهانه هذه راهي. اهانه ومحاوله قتل هذه. هذه محاوله قتل، هذا اجرام. اجرام النوع هذا بتاع الجهل اجرام بالحق. فهمت؟ يعني العدوى لا تنتقل بالهواء، العدوى تنتقل بالرطوبه. فهمت؟ العدوى تنتقل. توا كيما نقولوا احنا السيدة جات من لوطة، هذه جات من فوق. يعني فهمت؟ لا حقير ياسر هو، حتى واحد يا رسول الله السيدة وكفاها شوية جو. هذه يشدك يمرمدك وأنت ما عملت شيء. ما عملت شيء. هذا ما يتقل، أعذر،
الطريقة الوحيدة للانتقال نتاعو من شخص لشخص هما الزوز هذو. هاي الخشم والفم الخشم والفم. المنطقة هذيك هي منطقة العدو. هي هي الأساسية، خاطر هو عندما جاو يشوفوا فيه في أول بلاصة يستقر فيها، يعني المركز نتاعو راهو الناس راهي تخدم، راهو اللي معناتها يخدموا نهار وليل توا لابوراتوار ويعملوا في ديزيكسبيريونس ويعملوا في بيان سير. بيان سير. هذه قد ما تحمي هذه البلاصة، تحمي روحك وتحمي غيرك. بيان سير. كريم باش ما تنساش، بالنسبة للإنسان خاطر فما برشا تهلويس وبرشا خوف وفما برشا زاد حالات اللي هي صحيحة فيها كورونا، السؤال هو كونه إنسان حس بالأعراض وهو في داره. هذه باش نحكيو عليها. ولا باش ما يعاودش يتكرر نتاع المشهد نتاع المراه اللي هز غارها وخلات روحها مطيشه في الشارع، راهو شيء دوخ ما تراهش في فيلم رعب. احنا تكلمنا على طريقه العدوى، معناتها واضحه بحي. الرطوبه البلاصه هذيه هي طريقه العدوى. اذا هنا باش نرجعوا للسؤال بتاعك، الانسان وقت تظهر عليه بعض العوارض، سواء فما الان العوارض ما قلتنا احنا ان الجرثومه متكونه من طبقتين، يعني عندها طبقتين من العوارض. فما العارض الأول، العارض الأول هو على شكل قريب اللي يتمثل ارتفاع درجة الحرارة، الكورباتور، فهمت، تحس وجيعة في بدنك، الكحة، الكحة، العطسان، فهمت، لكن الكحة ما غير بلغم، الكحة كأنك كما نقولوا احنا كليت الفلفل الأكحل. بلا فاصل صغير تو حط على كلامك باش ما يوليش خلينا نضحكوا شويه، العباد راهي كلها مكبوسه على فاصل كحه. فما فازه ريتها كتبها واحد فيسبوك تالي قال قمت اليوم الصباح كحيت كحه شايحه وجهي صفار لعبت عليا الدوخه، قال مشيت عملت ثلاثه سواقر رجع لي البلغم حمدت ربي رجعت نورمال. كامل سامحني جيت لكن حطها في بالك اللي احنا الان في فتره انتقال فصل من فصل، يعني اللي معناتها باش نتكلموا معناتها في المستقبل احنا من بين الشتاء والربيع. اذا تقوم خشمك يجري، تكح، هذيك نجم نقول لك الكحه الان وقت تكح نجم نقول لك 80% عاديه، فهمت، يعني عاديه، ولكن في هذه الظروف ما عادش تصبح عاديه ولا تبدل مشي يا معلم. عادية ديما يقول لك الفو بريفوار بلوس باش تحصل على الاقل، لازمك ديما ما غير بانيك زاده، ما غير ما تخاف، ما غير ما تدخل بعضك، ما غير ما تدخل بعضك، اما تاكد اللي 80% من الكحه ولا السخانه ولا الاثار الجريب راهو عاديه في الموسم هذا، فهمت، ولكن لازم تاخذ احتياطاتك. اذا اول حاجه تعملها تي بانيك با، ما تدخلش بعضك، اول حاجه برك احمي هذه، احمي المنطقه هذيك اولا قبل كل شيء. يعني المراه اللي قلت لي عليها اول حاجه تعملها تحمي المساله هذه وتغسل يديها مليح 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 وتهز ولادها عادي وتعيش حياتها عاديه. عنها شكون عايش مع ولاده وبنيها وبانك عادي ولابس الماسك في داره نورمال موجود، يعني فما حتى مشكله. هاي هاي هاو المرض، باش ما تعديش لك الصغيرات وتعديش الناس، انك وقت تنحي الماسك نتاعك لازمك تغسل يديك، فهمت، تحاول يعني معناتها اكثر شيء ممكن تغسل يديك، فهمت، باش ما تعديش معناتها ومش تغسل يديك برك، تغسل يديك وتنشف يديك بالكدا، نشف بيان سور، الرطوبه قلنا الرطوبه مهمه، مهم التنشيف، تولي اساك يديك، تولي اساك يديك مش حتى وقت تمس بلاصه اخرى ولا تمس واحد ما تعدي شيء. ولازم نفس الشيء اللي عايشين معاك لا ميم شوز، فهمت، انهم يمسوش فمهم، يمسوش خشامهم، كما شفت رشت الغنوشي لابس جواندويت زرق زعما زعما كيما لون النهضه، فهمت، وقاعد وعامل يده هك عامل هكا بالجواندويت، والبلاستيك هو اكثر واحد يعدي خاطر هو رطب بحد ذاته. اي ديريكت معنا هزه وحتى في فمك، حتى في فمك، فهمت، اذا حقه يعمل كمامه حمامه هو كمامة. لا هو عملها بجواندويت زرق زعما زرقاء، اي زرقاء زعما زعما كي النهضه. المهم عاد قلت لك حبر ما تسمع تشوف العوارض، تي بانيك با،
أول حاجة تحمي هذه الشيء للعباد الأخرين، فهمت؟ وتقعد عادي تتصرف عادي جدا. هذه الحالة الأولى اللي هي نسبة 80% اللي جيهم جيهم بطريقة هذه. فما طريقة أخرى جيهم عن طريق ما عادش يطعم وما عادش يشم، هذه أخطر. هذه اللي معاش طعم ومعاش يشم معناها عنده ديجا كورونا وما هوش فايق به. لا، عنده كورونا من نوع آخر اللي باش تقص له النفس. هذيك الكورونا متاع النينجاك اللي تحمق الجملة معناها تعطيك الدم ديركت. هذه تيبس هذه يا معلم. لكن في حالة الأخرى خلينا نرجعوا لها هذية، فأنت تعالي تشيك على شكل قريب. لكن أول حاجة قلت لك تحمي نفسك وتلتزم بخسلان يديك وما تمسش وما تعملش وتقعد مع مسافة مع العباد وكل شيء، وتتصل بالطبيب متاعك. لأن الطبيب متاعك هو عنده الملف متاعك ويعرف شنو صحتك، عندك القلب، عندك السكر، عندك الكلوة، عندك شنو عندك. هو الطبيب متاعك يقول لك كان درجة الحرارة 37.5 38، أقعد في دارك. هنا مسألة مهمة جدا، مسألة السخانة. أحسن شيء حاول باش ما تاخذش، يقول لك مثلا وقت تجيك السخانة خذ دوليبران ولا هاي هذه مهمة. هذه نقول لك كان كثرت عليك السخانة ياسر اي خذ. اما راهو لازمكم تفهموا حاجة، ان هالمرض يجي اول ما يبقى نهارين ثلاثة في الخشم وفي الفم فقط. هذاك علاش كما قلت لي انت في كندا قالوا انك تشرب الماء باش المرض يعني خاطر يقعد نهارين من بين القرجو من بين الفم ومن بين القرجومة. كي تشرب الماء يهبط في المعدة. المعدة تاكلوا بك الحوامض نتاعها. فوالا، إذا هو الخطورة نتاعو ماهوش وقت يجيك في خشمك ولا في فمك. وكان يبقى الريح. فوالا، هذاك علاش أنت ديما وقت تغسل خشمك مليح وديما تمضمض مليح وتغسل فمك مليح، فهمت؟ وتشري حتى نتاع كل هذاك نتاع الفم الأزرق هذاك اللي ينظف. أي اللي مضمض يدور هذاك اللي مضمض فيه يرغرق به الفم. الخطر نتاع الفيروس عندما يهبط للرواد وقت هذيك هو يعشش غادي وهو فاست وغادي هو هذيك هي البلاصه نتاعو هذيك اذا تتصل بالطبيب نتاعك. وبالنسبه للحراره حاول علاش الحراره ما تاخذش الدواء وتسويت، حاول بالخطر هي هو وقت يجي في الخشم وفي الفم يقعد نهارين ثلاثه وبعد يهبط للرواري. وقت يهبط للرواري يفطم به الكرويات البيض، فهمت؟ تفطم به تهجم عليه، وتتهجم عليه تطلع السخانة. شنو هي السخانة؟ هي حرب، قامت الحرب من بينه ومن بين قامت الحرب، شعلت الدنيا معنا. شعلت الدنيا بين الفيروس وبين الواحد. هو يشد صحيح والآخر يشد صحيح يتقوي تعارك. إذا أنت حاول باش تتحمل السخانة أكثر شيء ممكن، أكثر ما يمكن باش يقعد البدن سخون ويربح البدن في الأخر. فوالا، لكن في الوقت اللي معناتها تستنى أن السخانة لازمك تشرب مليح، تاكل مليح، تتحرك. لا الماكلة صحيحة وكان عندك شوية قوة تعمل تتحرك شوية زاد شوية سبور. كل هذاك يقوي المناعة هذاك. وتحاول تاكل حاجات معناتها أول حاجة معناتها بيان 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 بيو، فهمت؟ يعني مش حاجات كونسيرف واحد وكل شيء. لا معناتها حاول باش تاكل حاجات بيو. احنا في تونس عندنا ياسر البيو اللي نحبوا نحلوا عليه ونعوضوه بالخضر والفواكه الاصطناعية. فهمت؟ إذا تقوي المناعة نتاعك، تشرب التاي، تشرب الواحد، تشرب التيزانة، تشرب يعني فما ياسر حاجات نجم تشربهم وتقاوم أكثر شيء ممكن باش تخلي البدن هو يدافع عليك. تعطي فرصة لبدنك باش يحامي على روحه. طبعاً قبل تتصل بالطبيب نتاعك. بالطبيعة في صورة ما عندك قلب ولا واحد موجود في الدوسي هذاك نتاع الطبيب. هو ديجا الطبيب يقول لك قيم الحالة هو. يقول لك اقعد في دارك. نقول لكم هذا نكلم في العباد اللي صابتهم المرض وهما في الحجز. لو تتبعوا الوصايف هذم 80% منكم يبراو. نسبة مش قليلة. قلت الجريب العادي ما غير لدواء راؤول اللي يجيب لك وتوقيف القلب والهالوسة اللي يحبوا يردوه توا. هذا دواء تاع راؤول يحبوا يردوه كيف الاسبيرين والاسبيجيك والدوليبران. مش يحبوا يصنعوا منه كميات مهلة ويوزعوها للعباد بلاش. شفتوا الفيديو نتاع فاسر التبديني يا عندين ميحشي يا بيحكي فاسر للعباد مجرم. لا أما أغسر له في عينيه تشوفه خايف، شوفه بالأقرع هذاك خايف، يحب يرمي عليهم هما المسؤولية كالزوز اللي جايبه. أي الأقرع خايف ماهوش سير من روح. أي يعمل أي 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 فهمت؟ إذن لو اتبعت النصايح هذم
80% تمنعوا. كل مليح المناعة، كل الغلة، الغلة سورتو الغلة اللي فيها الفيتامينات والخضرة، فهمت؟ وابعد شوية على حكاية الحم، الحم والواحد اللي بشي فيه الحم، فلا كثر من الخضرة، من الخضرة كثر من الخضرة فلا. حوت مش واحد يبدل مطعم الحوت زاد مش خايب به، مش مشكلة لا الحوت لا، يعني تنجم تاكل الدجاج، تاكل حاجة تقرأ، لكن بطريقة أقل، فهمت؟ أقل يعني يولي المعنى البرانسيبال كله أكثر ما يمكن خضرة فواح فاح. وخاصة من الحاجات المهمة جدا اللي تخلي المناعة تقوى هي ما يسمى كل ما هو فول وحمص ولبلاب، يضرب لك صحفة لبلابي، بقول يسموه بقول بالعربية، بقول فهمت، أضرب لك صحفة لبلابي مدمس حاجات كيما هكا، هذوك ما راهو البرغل، أعمل برغل، أعمل تشيشة، فهمت، محمص، فهمت، حاجات معناتها باهين، هذوك ما همش دواء، راهو رد بالك، مش نقول لكم في دواء، هذاك باش تعاون المناعه نتاعك كما هي قاعده تحارب من الداخل، انت تعاونها، تبعث لها تقوي الجندي نتاعك تجاه العدو، تبعث لها الامدادات، الامدادات مش تخليها هذيك تسمى امدادات بالضبط، يعطيك الصحه الامدادات العسكري تسمى امدادات، القاموس العسكري هذيك، لا لا تبعث لها الامدادات، تعطي المدد للجهاز المناعه نتاعك باش يقوى، فوالا هذه المساله. لكن مساله اخرى وانا ماذا بيا معناتها تتكلم فيها انت، احنا مازلنا معناتها 80% هي المساله النفسيه. المساله النفسيه مهمه جدا. توا مثلا فما عباد مثلا مش النفس، فما نوعين من المساله النفسيه، فما المساله النفسيه اعذر يعني الفرق من بيناتهم كبير، فما المساله النفسيه الاستسلاميه يعني تولي تعبت يا ربي مناني يا بابا، يعني يدمر لك المعنويات نتاعك، وفما المسألة النفسية سوف أتغلب عليه دير ربو نربح ربو هالمرة نقضي عليه، ولا بالضبط شفت الفرق من بيناتهم؟ بيانسير بيانسير، أنا المسؤول، فهمت؟ وهذه لا تكون إلا بالوعي والثقافة. أقرأ كتاب، اقرا، شوف فيديو، شوف فيلم، فهمت؟ اما في حاله ان السخانه كثرت ياسر والكحه كثرت ياسر وكل شيء، وليت وقتاش تمشي للسبيطار؟ مش تمشي تكلم الطبيب نتاعك باش يجيو يهزوك، باش يجيو يهزوك. هذه مساله جدا مهمه يا طارق، هي انك اول ما تحس شفت السخانه كل شيء، كل شيء اللي يجيك، فهمت، السخانه، الكحه، العطسان، ما عادش عندك ذوق، ما عادش عندك ريحه، هذاك الكل عادي. حاجه مهمه جدا، اول ما تحس انك بديت تتعب وما عادش داي قله التنفس نتاعك، هنا ما تستناش كيما الطفله اللي ماتت عمرها 16 سنه، اللي ماتت عمرها 16 سنه عملت ثلاثه تحاليل، البنايه نتاع فرنسا تقصد، ثلاثه تحاليل، التحليل الاول سلبي ما عندهاش، التحليل الثاني سلبي، التحليل الثالث سلبي، اي اي اي، وبعد كلموها لا على خاطر هو اصبح ذكي، ما قلت لك ولا يستعمل عباد ذكي، حتى التحليل ما يحقش بيه معنا ولا يتقحب، ما لا لا يركح في الجو، فهمت؟ هذيك المشكله نتاعها انها من بعد وقتها جاها التحليل انه ايجابي ما اهتمتش، قالت مدام قالوا لي قداش مره سلبي، ما انا حكايه فارغه، لا حكايه فارغه، بلكش غلط وكذا كذا كذا. المشكله مش هذيك، المشكله انها بدا يظهر عليها على حسب ما قالت امها انها بدات تتعب، يعني باش تمشي من بلاصه لبلاصه ما عادش تحب تمشي، احنا نشوف بدا لها رزمن الكل رزمن، وتحس انها التنفس نتاعك بدا يقل ووجيعه في القلب. في هذه الحالة يجب أن تكون في مستشفى في أقرب وقت ممكن، لأنها تلك الحالة تدوم من 12 ساعة إلى يومين، من بعد تعمل قطع تنفس كلي، بعد تخنق ضربة واحدة، ولا ولا مادام سألتني توا على الحكاية النفسية الحاجة اللي نحب نقولها واللي هي مهمة على الأخ، كونك ما تدخلش في البانيك، ما تخافش، العالم الكل راه معارض للمرض هذا، راه مرض به رؤساء دول محميين في قصورهم وفي دنيتهم، منهم رئيس وزراء بريطانيا، منهم رئيس ألمانيا، منهم معناها دي ستار ممثلين كبار كيما توم هانكس، معناها المرض هذا ما يفرقش،
مرض عندك مشكلة ينقز عليك. سي بور سولا انت ما تخافش وتحاول كيفاش تقاوموا نفسيا، راهو العملية نفسية مهمة على الاخر دون سونس، ما تخافش. وفما ناس راهي ماهيش مرضى لكن مرضى نفسيا مهلوسة من تتبع الفيسبوك، فما اللي انتحر، تتبع فما هاي اللي فما انتحر. الانتحار هاي، ومن تتبع المعلومات الغالطة ومن تتبع تلف. هي الجزيرة ما فما شيء تلوج لك حرب على كوكب المريخ راهي، وتعدي هي لك الورمة وتوريك العالم اللي وفاء، فهمتني؟ معناها القنوات هذه واللي ديما مشكلتها باش توري الحدث الكبير والحروبات والاموات والمجاعات والحكايات هذه، ايفيتها البريود هذه. الالماني يقول لك اعمل اب بلانك، معناها بدل اتجاه تفكير. هو اقرا كتاب، حط فيلم، حط سيري تضحك، فهمتني كيفاش؟ باش بتي تبتي تتجاوز الحاله وما تقعدش عايشها ال 24 24. انا قداش من ميساج يوصلني راني خايف راني خايفة كريمو، راني خايف راني خايفة، هذوما يوصلوا لي في النهار بالمئة مرة، فهمت؟ بالفعل فلذا الخوف، الخوف كيفاش تقعد عايش فيه راه مش شي منك. وكيفاش نجيوها نحن من الاخر من الاخر من الاخر، راه كلنا في الاخر باش نموت، وفما اللي باش يموت ماكسيدون، فما اللي باش يموت بمرض، فما اللي باش يموت المهم ما تموتش بالغزو. كلب، المهم ما تموتش كلها كلب. هي ستيم فواياج، حاول كيفاش المحطة هذه اللي وقفنا فيها المحطة نتاع الفيروس، حاول ما تهبطش فيها، كمل في الترا، هابط المحطة الجاي، ما تخاف شافت المحطة الجاي وبعد ارجع على ساقيك، ما تموتش راك، فهمتني؟ خذها الحكاية هك. راو من اقوى الشخصيات في العالم، حتى لو تقرا ادب ديستوفسكي ولا تقرا ادب غارسيا ماركيز، من اقوى الشخصيات في العالم يعبر عليهم مثل شعبي تونسي، تجينا الضحكه عند راس الميت، نحن تجينا الضحكه عند راس الميت، معناها دونك كل سونس، معناها بيد وعمليه الموت لازم تاخذها هي اللي هي جزء، وما تدخلش فك الرعب هذاك وفك الخوف هذاك، حاول باش تحافظ على نفسيتك واقفه وبدل الجو. معناها نعطيو دي تريك براتيك يا خويا، نقصوا من نشر الفيديوهات المرعبه وما تشوفوهاش كي تجيكم، شوفوا الفيديوهات اللي مثلا تعطيك نصيحه مهمه ولا نصيحه باش تنفعك في صوره ما انت موجود في منطقه تاع خوف ونجم يصدم عليك الفيروس، وديما فهمني؟ المعلومة تاخذها اون دوزيام دوغري، حتى اللي نقولوا فيها احنا توا. بالضبط هذا اللي حبيت نقوله كريم، تو نحكيو في الحكمه، نحن مجموعه من المعلومات لميناها ما ترافير لي ريفيو اللي قريتهم انت شفتهم وترافير تحليل معين، لازم العباد تاخذها ب 100 ديجري، ما تصدقهاش 100% وتحاول تستنى، لانه ستبدي لك الايام وما كنت جاهل، غدوه يجيك الاخبار الصحيح. اوكي طارق شكرا، ما نزيدش نطولوا عليهم توا اكثر من بس ساعه، طولنا نحن ظهر طولنا كم عليهم. انا كان ساعة مش نقعد نتكلموا للصباح، انا جاتني أنا فكره، وياك ما أنا باكل غدوة جاتني كم فكره ساعة. طارق، علاش ما نلونسيش ما دام انا في الدار هوني مع عنا ما نعمله تو نخدم عليها اليوم مليح في الليل، ونلونسي معناتها غرفة على الفيسبوك 24 ساعة على 24 ساعة لمساعدة الناس اللي مرضى أو اللي يحبوا حلوة نصائح. بارش حلوة بارش مين دبي معاك معاك على أنا طول بعد لنعلق نوكل. من هوني نبعت الفيديو هذه على الفيسبوك، ونبدأ نخدم على البروغراماسيون باش نعمل وابعث لي بلاتفورم الفيديو هذا خاطر العباد تستنى خم دوت بارتاجيو سويت لهم دوت سويت باش نوصلوا لهم المعلومة اللي تنجم دوت سويت. تنفعهم. طارق شكرا، طارق ميرسي بوكو كريم، يعطيك الصحة شكرا شكرا وتقاوم في الكورونات على جميع أنواعها، شكرا راك شكرا، حاجة كبيرة برشا، كورونات إسلامية وكورونات بيولوجية وطيب برج معانا كلهم جراثيم، كلهم جراثيم يا كلها هلبتي. جراثيم لازم نقضيو على خويا الغالي، اوكي جلتك زينة وميرسي يا بوكو، عايش شكرا كفاية، يا مع باي السلامة. باي، تشاو تشاو، مع السلامة.